أهلا بكم. احتفلت رعية الكلدان في الأردن بقبول أبنائها لسر المناولة الأولى، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب زيد حبابة بمشاركة جموع من المؤمنين. المزيد في التقرير التالي. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. بهذه الكلمات احتفل في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال لفرير بقداس أول مناولة لسر القربان المقدس لأبناء الرعية الكلدانية، وسط فرح كبير بين الأهالي المشاركين أبناءهم هذه النعمة والبركة. وترأس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن الذبيحة الإلهية بمشاركة عدد من الشمامسة، وبحضور القائم بأعمال السفارة العراقية القنصل خالد الخيزران والراهبات وجمع من أهالي المتناولين وأبناء الرعية. وفي عظة الأب حبابة التي تحدث فيها للأطفال شارحاً لهم معنى التناول الأول وأهمية الحضور للصلاة وتناول جسد ودم السيد المسيح، حاثاً الأهل على المشاركة الدائمة للقداديس الإلهية ليكونوا القدوة والمثل الصالح لأبنائهم. يسوع المسيح بيناتنا. أول نقطة مهمة سر القربان المقدس اللي أسسه لنا يسوع، مثل ما قال صديقكم في العشاء الأخير، حتى يبقى يسوع حاضر بيناتنا. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لما نتناول يسوع إيش راح يصير؟ نتحد بيسوع. ولما نتحد بيسوع إيش راح نسوي برا بالعالم؟ لما نطلع من القداس، لما نتناولنا جسد يسوع ايش راح يعطينا؟ طاقة والقوة حتى ايش؟ يقوينا حتى شو نسوي؟ حتى نسوي مثل ما هو، وهو سوى، حب الناس. اكو وصيتين مهمة، محبة الله ومحبة، فإذا يسوع يعلمنا كيف نحب الله ونحب القريب. وتلى الأطفال المتناولون بأجواء روحية خاشعة وبتراتيل شجية طلبات خاصة لبلدهم العراق وللسلام في العالم ولكل بلد متألم، واضعين فيه التقادم أمام المذبح الإلهي على نية الكنيسة ومؤمنيها جمعاء. واختتمت الصلاة بالتقاط الصور التذكارية لهذا اليوم الهام في حياة الأطفال الذين قبلوا الرب بالدم والجسد.